السلام الوطني لجمهورية مصر العربية. نيافة الحبر الجليلي الأنبا إرميا رئيس المركز القبطي الثقافي الأرثوذكسي وقناة ميسات، مونسنيور كلاودي لوراتي النائب الرسولي للاتين بمصر، مونسنيور أنطوان ألان نائب مطران اللاتين بمصر، الأب رفيق جريش راعي كنيسة القديس كيريلوس للروم الكاثوليك بمصر الجديدة. السيدات والسادة الحضور، أهلا بحضراتكم. نعيش اليوم في مجتمع طرأت عليه تطورات اجتماعية واقتصادية وتكنولوجية كثيرة، واقتحمته تيارات ثقافية متباينة قادت إلى فصام اجتماعي وثقافي خطير، ولا سيما بين فئات الشباب. لهذا فإن الحاجة ماسة إلى وجود ثقافة تاريخية تسهم في تأصيل الانتماء وتجعله قادراً على التعامل مع القضايا والمشكلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تواجهه بأسلوب يتسم بالوعي، فهي بشكل عام تمثل وعاءً للفعل الحضاري. التاريخ يمثل ميدان تنزيل القيم على الواقع، وذاكرة الأمة، ومحل تجربتها وعبرتها، ومخزوناً غنياً يورثه الآباء للأبناء والأحفاد، ونهراً متدفق يتجه من الماضي ويمر بالحاضر ويصب في المستقبل. لذلك لا غنى عنها لكل العاملين في مجال التربية والتعليم والثقافة والإعلام ولكل رواد الإصلاح لعالم الغد. الثقافة تبعث في النفس اعتزازاً بالأجيال الماضية وتبني الفرد والأمة وتوطد كيانهما، بالذات المؤدية إلى الاحترام وتقدير الماضي، هي أيضاً نقد للذات وللماضي. في هذه الليلة نجتمع لعرض كتاب التأريخ للمكين جرجس بن العميد، وسنبحر في تفاصيل هذا الموضوع من خلال الورقات التي سيقدمها السادة الأجلاء الموجودين معنا الآن. لكن في البداية دعونا نرحب بالدكتور مارتينو دياتس، محقق ومترجم هذا الكتاب. ولد المكين جرجس بن العميد بالقاهرة عام 1206 لعائلة مرموقة من أعيان أقباط، وخدم كاتباً في ديوان الجيش الإثيوبي في دمشق
حتى صار له كلمة نافذة، غير أنه اعتقل لأكثر من 10 سنوات في أيام السلطان بيبرس، وتوفي في دمشق بعد عام 1280 تقريباً، عام 1293. يعد تاريخه عملاً مهماً في الأدب القبطي العربي، وذلك لسنين. فمن ناحية اعتمد ابن العبيد على مصادر مختلفة كثيرة، بعضها لا تزال قيمة من العصور القديمة، والبعض الآخر في التاريخ، فهو أرخ لتاريخ عميق في البشرية من الخلق إلى أيامه التي انتهى فيها من كتاباته. تتوافق هذه المجموعة الواسعة مع من المصادر المسيحية وأيضاً المصادر غير المسيحية مع انفتاح أولاد العسال الذين كاد العميد ينتمي إلى دائرتهم. نبدأ لقاءنا الليلة بكلمة وعرض ورقة مفصلة لزميل علمي بجامعة لوفان، باحث ورئيس قسم الترجمة العلمية بالمعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية، رئيس قسم التراث الشرقي المسيحي بمعهد الدراسات القبطية، وأستاذ التاريخ بالكلية الإكليريكية والمعاهد اللاهوتية، الأستاذ الدكتور نجلاء حمدي بطرس. فلتتفضل. مساء الخير، يشرفني الحقيقة ويسعدني أني أكون موجودة مع حضراتكم النهاردة. بداية بشكر نيافة الحبر الجليل الأنبا أرمية، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي والمسؤول عن قناة ميسات لهذه الدعوة الكريمة. الحقيقة يمكن فرصة لي أن أنا النهاردة أقول أن المركز الثقافي القبطي بيقدم الثقافة القبطية والمسيحية بطريقة جميلة ومبسطة لعموم الشعب، وإن ده أحد الأهداف اللي حالياً بتشتغل عليها كتير الأكاديمية، بفكرة إن ما يبقاش البحث العلمي في عزلة تامة ومنفصل تماماً عن العالم المحيط به. وبنشوف أكتر قد إيه فكرة الفولغاريزاسيون وفكرة إن يكون البحث العلمي بيقدم بالطرق المبسطة لعموم الشعب عشان خاطر نرقى بالمستوى الثقافي والعلمي ونقدم لهم العلم بصورة بسيطة وسهلة. وده من الدور المهم جدا اللي أنا شايفة إن المركز الثقافي القبطي بيقوم بيه، وبشكر سيدنا نيافة الأنبا أرمية وبشكر كل العاملين بالمركز على هذا العمل الرائع اللي هم بيعملوه. بشكره كمان على هذه الدعوة الكريمة وهذا الملتقى الثقافي اللي اجتمعنا فيه النهاردة للحديث عن كتاب صدر حديثا للدكتور مارتينو دييز، اللي بيسعدني وجودي معاه النهاردة وجودي مع أبونا وديع أبو الليف الفرنسيسكاني اللي بفتخر دايما بوجودي في حضرته، وجود كل الآباء واللي موجودين، وجود حضراتكم جميعا. أنا هبتدي بمقدمة سريعة عن مين هو ابن العميد. مين هو ابن العميد؟ في عجالة هتكلم عن الموضوع عشان خاطر أترك الوقت كامل بعد كده للمتحدث الرئيسي النهاردة اللي هيتكلم عن العمل المهم اللي هو قام بيه النهاردة.
القلب. على ما يجهز الباوربوينت هبتدي بالترجمة بتاعت ابن العميد عند في الإعلام عند الزريكلي اللي قال فيها جرجس ابن العميد ابن الياس المعروف بالمكين أو الشيخ المكين ويقال له ابن العميد مؤرخ من كتاب النصارى السريان أصله من تكريت على دجلة ومولده بالقاهرة نشأ في دمشق وولي الكتابة في ديوان الجيش بمصر وعزل بوشاية فحبس ثم أطلق فأقام في دمشق إلى أن مات. له كتاب المجموع المبارك جزئان الأول في التاريخ القديم إلى ظهور الإسلام منه نسخ مخطوطة والثاني تاريخ المسلمين من بدء الإسلام إلى عصر الملك الزاهر بيبرس وقد ترجم إلى اللاتينية والفرنسية والإنجليزية. من هو ابن العميد؟ قدم لنا ابن العميد بنفسه أفضل معلومات لتاريخ عيلته، فلما كان بيتكلم عن عصر الخليفة الفاطمي العاشر الآمر بأحكام الله قدم جده الأكبر طيب ابن يوسف تاجر مسيحي سرياني انتقل من العراق من تكريت إلى مصر. بداية من هذا الجد استمرت قصة عائلة ابن العميد لأربع أجيال وصولاً للعميد أبو الياسر والده. وزي ما قال دكتور مارتينو في مقدمة الكتاب بتاعه إنه بيمثل مثالاً نادراً للتاريخ الدقيق اللي بيغطي ستة أجيال من الأراخنة المسيحيين تحت الحكم الإسلامي. كان طيب، لو تتبعنا بقى العيلة واحد واحد كده هنمشي معاهم بالترتيب. كان طيب ابن يوسف وهو الجد الأول أو الأكبر لابن العميد تاجر ملابس جاء إلى القاهرة من تكريت وهو نصراني، فقدم إلى الخليفة الأمر بأحكام الله عدة ثياب سمينة من أعمال الهند واليمن، فخلع عليه الخليفة وعوضه عن هداياه وأحضره بين يديه فأعجبه أدبه وأصدر مرسوم بمسامحته مما متجره للديوان وأنعم عليه بقرية وأصبح موضع تقدير لصفاته عند الخليفة الفاطمي الذي أمره بالبقاء في مصر حيث تزوج في مصر وولد قروينة ابنه اللي كان ماهر في الكتابة الديوانية. ولد له ابن أبو الطيب اللي عمل في القاهرة وعين رئيساً لديوان الغربية لمدة 7 سنوات وهناك استثمر في الزراعة وتربية الحيوانات وأصبح من الأثرياء حتى صدر مرسوم بمصادرة 20,000 دينار مصرية من أمواله. اضطر بعدها أبو الطيب لبيع بضاعته لدفع الغرامة ومنع من إعادة دخول الإدارة أو تعليم أبنائه مهنة الكاتب. لكن هذه الأحداث المؤسفة لم تؤثر على مكانة الأسرة، فمن أبناء أبو الطيب الخمسة اعتنق 4 الحياة الكنسية وأصبحوا أساقفة. أما الخامس وهو أبو المكارم تزوج من أخت سمعان بن كليل اللي هو شخصية سمعان بن كليل الشخصية المشهورة جداً لدى الأقباط وهو من عائلة أراخنة أقباط سرية، وتولى ديوان الجيش في الأيام الصلاحية يوسف ابن أيوب ثم ترهب بعد موت زوجته وصار قموصاً حتى مات. ولد له 3 أولاد والتاني منهم هو العميد أبو ياسر وهو والد جرجس المؤرخ الذي نحن بصدد الكلام عنه اليوم. ترك سمعان بن كليل العالم وقرر أنه يترهب وتولى مهامه ككاتب في ديوان الجيش ابن أخته العميد أبو اليسر اللي قال عنه ابنه جرجس المؤرخ بكل فخر أن والده عاش في العالم حياة الرهبان في الصحراء ووصف حياة النسك اللي كان بيعيشها أبوه رغم مشغولياته الكتير في الديوان. تنيح العميد عام 1238 بعد ما خدم في الديوان لمدة 45 سنة تقريباً وأثنى كثيراً عليه الملك الأيوبي العادل. أما عن مؤرخنا ابن العميد فولد سنة 1206 بالقاهرة وبعد أن أنهى تعليمه اشتغل هو كمان في ديوان الجيش بداية في مصر ثم في بلاد الشام وتقدم في الأيام الناصرية يوسف وبعده إلى أيام الظاهر بيبرس. كان نائب الشام في هذا الوقت هو علاء الدين تيبرس الوزيري اللي اشتغل ابن العميد تحت إدارته وترقى ووصل لأعلى المناصب. لكن للأسف كان هناك من يحسده على نجاحه
فقام أحدهم بتزوير رسالة بتوقيعه وبدأ يشهر به ويعطي عنه صورة سيئة ليأخذ منصبه، وبالفعل نجح في هذا، فتم القبض على ابن العميد واعتقل وقضى 15 عاما في السجن، لأن الفترة اللي قضاها في السجن من ضمن الإشكاليات اللي بتدرس. ثم أفرج عنه وترك جميع مهامه ومضى من القاهرة إلى دمشق وأقام بها حتى يوم وفاته. بيقول عنه المقريزي في كتابه المقفى الكبير: له تاريخ مفيد وله فضيلة. والكلمتين دول في حد ذاتهم، بغض النظر عن كل اللي كتبه المقريزي، هم بيلخصوا ببساطة شديدة حياة شخص كان عالماً، كتب تاريخاً هاماً، ولكنه كان أيضاً صاحب فضائل كثيرة اعترف بها غير المسيحيين. طيب، احنا شفنا سلسلة العيلة نفر نفر ومشينا وراهم واحد واحد زي الاسم الكبير اللي موجود، لكن المكين جت منين؟ المكين هي صفة مشبهة بتدل على الثبوت من مكنة، بمعنى ذو منزلة ورفعة شأن، والجمع بتاعها مكناء، وأطلق عليه هذا اللقب للمكانة الرفيعة اللي حصل عليها في الدولة في ذلك الوقت. ليه ابن العميد بيعتبره الكثيرون مؤرخ منفرد؟ احنا بصدد مؤرخ عربي مسيحي ينتمي الى البيئه القبطيه في مصر. ابن المكين بيشكل مصدر فيما بشكل خاص لتاريخ الحروب الصليبية، اللي الحقيقة أنا بفضل يطلق عليها حروب الفرنجة، لأن هي في كل المصادر بيطلق عليها حروب الفرنجة، لأن بنشوف إن من المثير جداً للاهتمام إزاي كان بيبص للأحداث دي، وكان بيقدم وجهة نظر المسيحيين اللي عايشين تحت حكم الدولة الإسلامية في ظل هذه الظروف التاريخية. وجهة نظر المكين ملحوظة لأنها بتدل على تضامن عربي كبير، وبالتالي لما بيتكلم عن الصليبيين أو زي ما هو كان بيكتب بنفسه الفرنجة، بيتم تمثيلهم دائماً زيهم زي المغول كأجانب وأعداء، فلم يظهر أبداً أي شعور بالانتماء إلى دين مشترك، ولم يظهر أبداً تفهماً في مواجهة هذه الحروب. بتعكس كتاباته انتماؤه للمسيحيين الأقباط، فبنلاقيه بيدرك بعض فقرات بتتعلق بتاريخ بطاركة مصر، وإذا كان لا يزال يستخدم التقويم الهجري، لكنه بيعطي أحياناً المقابل بتاعه بتقويم الشهداء أو تقويم المستخدم من قبل الكنيسة القبطية في مصر. الإشكالية اللي دايماً بنلاقيها في كتب التراجم: هل هو قبطي أم سورياني؟ لأن في كتب تراجم كثيرة بتتكلم عنه إنه هو كاتب سرياني. هي الإشكالية دي يعني شوية يعني اللي بيدرس تاريخ العلاقات القبطية السريانية بيشوف إنها إشكالية ملهاش موضع قوي من الإعراب، لأن ببساطة شديدة ابن المكين بيقدم نموذج حي للعلاقات القوية اللي ربطت على مدار التاريخ بين الكنيسة القبطية والكنيسة السريانية. فهو كان جده من أصل سرياني، قدم إلى مصر، صاهر عائلة قبطية، وبنشوف من خلال كتابات ابن العميد إزاي اندمج تماماً في دائرة المثقفين الأقباط في عصره، وهو العصر الذهبي لأدب الأقباط المكتوب باللغة العربية. وزي ما هيكلمنا دلوقتي أبونا وديع، هنشوف إزاي كانت بتربطه علاقة وثيقة بأولاد العسال، وإزاي كانت الكنيسة القبطية هي المتواجدة في كتاباته، سواء من خلال التقويم القبطي أو من خلال ذكره لتاريخ البطاركة أو من خلال فقرات كتيرة بنشوف فيها فعلاً تواجد وانتماء للثقافة القبطية، وهذا لا يمنع إطلاقاً الأصل السرياني اللي هو جه منه. طبعاً فيما يخص كتاباته، أنا مش هتكلم عن الكتاب اللي هو بنحتفي بصدوره النهاردة، لكن هدي نبذة سريعة عن الجزء الخاص بأخبار الأيوبيين، بس بتوضح مدى أهمية العمل.
الفكرة دي بتظهر من خلال ترجمته إلى الفرنسية اللي قامت بيها أن ماري إيدي وفرانسواز ميشو. فكرة الترجمة نفسها بتبين إيه أهمية العمل ده. ترجمة أخبار الأيوبيين المكين بن العميد كانت ضمن برنامج لترجمة الكتابات التاريخية في الشرق الأوسط وقت الحملات الصليبية. قدم وقتها كلود كاهن البرنامج ده سنة 1987 اللي حدد وقتها المصادر ذات الأولوية للترجمة، وكان الكتاب ده واحد من 6 كتب شاف إنه من المهم جداً ترجمتها. كان وقتها البروفيسور جان ريشار بيدير مجموعة الوثائق الخاصة بتاريخ الحملات الصليبية وشاف أهمية ترجمة هذا الكتاب وضمه للمجموعة. تم نشر تاريخ ابن المكين سنة 1625، لكن بسبب وفاة مؤلف الطبع قبل الانتهاء من العمل لم يكن معروفاً سوى جزء من النص اللي كان بيتناول فترة تاريخ الإسلام منذ الرسول محمد حتى سنة 512 هجرية اللي بتوافق 1117 أو 1118. والجزء ده وكذلك كل ما يتعلق بفترة ما قبل الإسلام كان بينقل عن سابقيه. ده لا يقلل إطلاقاً من أهميته، لأن عملية النقل عن سابقين بتشتغل على مصادر أحياناً فقد بعضها وأحياناً بتؤكد معلومات، وزي ما أكيد هيكلمنا دكتور مارتينو من خلال التحقيق بتاع الكتاب هنشوف إن إزاي في فقرات فيها اختلاف وفيها البصمة الخاصة للكاتب. لكن نهاية العمل اللي بيخص الفترة اللي عاصرها جرجس بن العميد وبتتناول النصف الأول من القرن الثالث عشر حتى احتلال بيبرس العرش هو الجزء اللي بيصبح أكثر تفصيلاً وبيكون ليه أهمية كبيرة جداً، لأنه هو بيصف الأحداث اللي عاصرها الكاتب. ابن العميد عاصر فترة سياسية صعبة جداً في مصر والشام، عرفت التحول من الدولة الأيوبية للدولة المملوكية بكل الصراعات الداخلية اللي حصلت في الفترة دي. فمات الملك الصالح نجم الدين أيوب أثناء الاستعداد لمعركته ضد لويس التاسع ملك فرنسا، وما كانش عين حد خليفة على ولاية العهد بعده، فتولت زوجته شجرة الدر إدارة شؤون الحكم في مصر، وتولت إدارة المعركة واستطاعت فعلاً أنها تمنع الصليبيين وتردهم. فلما استقرت بها الأمور أرسلت إلى توران شاه ابن نجم الدين أيوب تحثه على القدوم ليتولى الحكم بعد أبيه، وأدارت شجرة الدر مصر في فترة ما بين موت السلطان الصالح أيوب ومجيء ابنه توران شاه. لما وصل توران شاه وتولى مقاليد الحكم تنكر لشجرة الدر وبدأ يهددها ويطالبها بأموال أبيه، ولم يصدقها حين قالت له أن أموال أبيه قد تم صرفها على الحرب، واشتد الخلاف بينهم وهددها فخافت على نفسها وهربت لفلسطين. وما كانش توران شاه ملك حكيم، فبدأ أنه هو بدل ما يرتب أمور دولته وحتى تستقر السياسة بدأ بالتخلص من خصوم واحد تلو الآخر، وحاول يتخلص من المقربين من المماليك، وانتهى الصدام بينه وبين قادة المماليك بمقتله، وبذلك انتهت الدولة الأيوبية وعادت شجرة الدر واستولت على العرش بعد مقتل توران شاه. غير أن الظروف السياسية حالت دون بقائها في الحكم طويلاً، لأن المصريين نفسهم خرجوا يطالبوا ألا تكون امرأة تحكمهم، ورفضوا أن تكون شجرة الدر هي اللي بتحكم البلاد. قامت بعد كده بالزواج من أحد قادة المماليك عز الدين أيبك، وتنازلت له عن الحكم ظاهرياً إلا أنها كانت تدير الأمور بشكل فعلي، وساعدته على القضاء على قائد المماليك البحرية. فقرر المماليك البحرية الهروب إلى الشام وعلى رأسهم ركن الدين بيبرس، واكتشفت شجرة الدر محاولة زوجها التخلص من سيطرتها فغضبت وعدت له كميناً، ثم تم القبض عليها وتم قتلها. بعد مقتل عز الدين وشجرة الدر أصبح أكبر قادة المماليك سيف الدين قطز، فبدأ بترتيب نفسه بما يضمن استمرار سلطة المماليك، فجاء بنور الدين علي ابن عز الدين وأجلسه على العرش وأمسك قطز بالسلطة الفعلية. ثم ظهرت مشكلة كبيرة وهي وصول الحرب التترية إلى مصر بعد القضاء على الخلافة العباسية في بغداد، وأرسل التتار تهديدهم إلى مصر.
اجتمع قطز بالعلماء وعلى رأسهم العالم الجليل العز بن عبد السلام اللي طلب من قطز انه يعين نفسه سلطان لتوحيد الكلمة امام التتار، فقاد قطز قواته ضد التتار وبالفعل نجح في هزيمتهم في المعركة الشهيرة معركة عين جالوت، وفي طريق عودتهم قتل سيف الدين قطز. توجه بعد كده قادة المماليك بعد قطز إلى بيبرس وطلبوا منه أن يتولى العرش، وفعلا جلس بيبرس على العرش المماليك وبدأت مرحلة سياسية جديدة في تاريخ الدولة المملوكية. ووسط كل هذه الصراعات كان ابن العميد في هذا الوقت هو كاتبا للجيش، وكان يعيش كل تلك الصراعات التي كتبها بالتفصيل بعد ذلك في تاريخه. من الصراعات الأخرى اللي عايشها ابن المكين وأثرت جدا في حياته هي استيلاء المغول على دمشق، وقت ما كان هو نفسه موجود في دمشق وحكى الأحداث والمعاناة التي عاناها. فذكر ابن الواسطي أنه في أيام الملك الزاهر أخبره مستشار المسلمين ببلاد التتار أن المكين ابن العميد كان يتواصل مع هولاكو وكان بيخبرهم بأخبار الجيش وبالقوات إلى آخره، فصدق الظاهر تلك الوشاية وحبسه وأراد قتله، ولكن منعوا بعض الأمراء من التابعين للنصارى فتم احتجازه لسنين عديدة وتمكنوا بعد ذلك من إخراجه من السجن. وفي عام 1260 حين سقطت مدينة دمشق بيد المغول دون قتال بعد هرب الأمير الأيوبي الناصر يوسف وقادة جيشه من المدينة، وقع الناس في حيرة فهم غير مدربون على القتال، واجتمع أعيان دمشق واتفقوا على أن يأخذوا مفاتيح المدينة ويسلموها إلى هولاكو. ولكن ماذا حدث لابن العميد؟ في الليلة اللي سبقت الصباح اللي كان مقرر أنه يغادر فيه الملك الناصر دمشق، كتب ابن العميد نفسه ما حدث قائلاً: هربنا أنا وكتب والكتب إلى مدينة سور لأننا كنا نخشى الشر من المماليك، كان بإمكانهم أن يأخذوا كل ما لنا ويطرحونا في الطريق حيث نموت، كما أنني أرسلت النساء والأطفال إلى سور وتبعه عدد كبير من المسيحيين من دمشق مع أطفالهم ونسائهم خوفاً من التتار. واستمرت الفترة دي من الفترات الصعبة اللي عاشها ابن المكين ووصفها بنفسه وكتب كل تفاصيلها. هختم عشان ما أطولش والوقت الأكبر يبقى للحديث عن الكتاب باللي كتبه كلود كاهان عن ابن العميد. كلود كاهان قال: لا تختلف المعلومات التي قدمها ابن العميد بشكل أساسي عن تلك التي نجدها في أي مؤلف آخر، ومع ذلك فهي مستقلة عن الكتابات الأخرى وتضيف أو تعدل عدداً كبيراً من التفاصيل. لديه لكنة كما هي العادة مثرية أكثر قليلاً، وبالتالي ده دليل عندنا بيقول إن ابن المكين لما كتب باللهجة المصرية. وبيدي مثل كلود كاهان بابن وائل وسبت ابن الجوزي اللي كانوا سوريان، كما هو الحال مع جميع المؤرخين الآخرين المعروفين لهذا الجيل، وكانت كتابته أكثر إدارية قليلة. ولولا المقاطع القليلة من السيرة الذاتية والفقرات المختصرة إلى حد ما المتعلقة بالبطريركية القبطية والعناية بتحويل تواريخ العصر الإسلامي إلى تواريخ عصر الشهداء، فلن نستطع أن نحدد مذهبه. والحقيقة دي كانت من أكبر المزايا اللي موجودة في كتابة ابن العميد، إنه هو اللي بيقرأ كتاباته كان صعب إنه هو يتوقع دينه، وده اللي ادى نجاح كبير بعد كده لدى الدارسين والباحثين إنه هما شافوا في كتاباته نوع كبير من الحيادية والموضوعية، لدرجة إن كلود كاهان كمل وقال: لا يجوز لنا أن ننسب التاريخ إلى مؤلف مسلم، بمعنى إن هو لو ما كانش بعض الإيحاءات البسيطة دي ما كانش هيقدر يحدد إذا كان المؤلف اللي كتب الكتابات التاريخية دي كان مسيحي أم مسلم، وهو ما يعرفه الشافعي أيضا تماما.
وهذا الأخير وجميع المؤلفين الذين بعده النويري وابن دقماك وابن الفرات والمقريزي استخدموا تاريخ ابن العميد، فكان ابن العميد بمثابة مصدر أساسي لكل كتابات من أتوا بعده من المؤرخين. وبالتالي من هنا بنشوف أهمية فعلاً الكتاب بتاعه، أهمية أن يكون لي تحقيق علمي نستند كلنا عليه. وشكراً جزيلاً لي. علم التاريخ هو دروس ماضية تفيدنا للتخطيط المستقبلي، فعند معرفة سيرة الحضارات السابقة وكيف قامت وما هي عوامل ازدهارها ونهضتها وما هي أسباب دمارها وزوالها، فإننا بلا شك نختصر على أنفسنا العديد من التجارب ونتحاشى الخطأ السابق ونمضي قدماً نحو ما يكشف علم التاريخ عن العالم القديم. والدروس التي تفيدنا في التخطيط المستقبلي، فمعرفتنا للسيرة والحضارات السابقة يمكننا من خلال ذلك اختصار الكثير من التجارب والأخطاء التي وقع فيها الإنسان في الماضي. يحفظ التاريخ التراث الخاص بالحضارات والأمم ليساعد على تحليل الوثائق التاريخية أي نتائج صحيحة تساعد الباحثين على الوصول إلى الاكتشافات التاريخية القديمة، ويعرفنا على خصائص تلك الشعوب التي تفيدنا في معرفة طريقة تفكيرها والسياسات التي تتبعها وأيضاً أهدافها. تساعد قراءة التاريخ على زيادة التوعية القومية واعتزاز الفرد بتاريخ أمته. هنا يصبح التاريخ إلهاماً لعمل الإنسان وأيضاً إلهاماً لإبداعاته، محفزاً له للعمل. يوسع التاريخ مدارك أكثر من غيرها، فمدارك الإنسان من الناحية الإخلاقية أيضاً يوسع إمكانية إبداعاته. 5 سنوات في مدينة روما حصل فيها على دبلومة في علم المكتبات من المكتبة الفاتيكانية الرسولية عام 1934. حصل على الدكتوراه في الدراسات الشرقية الكنسية برسالة ترجمها بعنوان الصفي بن العسال القرن الـ13 وفكره عن المسيح سنة 1985. ومنذ عام 1986 كانت الإقامة في المركز الفرنسيسكاني للدراسات الشرقية المسيحية، والعمل الرئيسي هو البحث في الأدب العربي المسيحي وتحقيق النصوص الخاصة بالكتاب المسيحيين المختلفين المصريين بدءا من القرن العاشر، بجانب تدريس مادة آباء الكنيسة باترولوجي، وذلك منذ أوائل تسعينيات القرن العشرين إلى الآن، بجانب تنظيم المكتبات في المؤسسات الدينية المسيحية. بدأ الكتابات الأولى عام 1973 وكتب كتيبات صغيرة في مواضيع دينية. منذ عام 1986 بدأ المقالات عن الأدب العربي المسيحي والكتب المترجمة والنصوص المحققة. الأستاذ الدكتور وديع أبو الليف عوض فليتفضل.
أنا مطلوب مني أتكلم ربع ساعة، فبالتالي أدخل في الموضوع مباشرة. ركز على الناحية الثقافية بين الحين وبين أولاد العسال، وكذلك بين عالمين، العالم السرياني في سوريا والعراق والعالم القبطي. في سنة 1953 نشر القمص صومائيل تاودروس راهب من دير السوريان مقال عن أولاد العسال، وأكد فيها أنهم سريان ودخلاء على الكنيسة القبطية. بعده بعشرين سنة الأب الدومينيكاني جان ماري فييه كتب مقالة عن العلاقات بين السوريان والأقباط، وفي نهاية المقالة كتب: عالمان متقاربان وصديقان، ولكن لكل عالم هويته الخاصة. هذه العلاقة بين السوريان والأقباط، أو ممكن نقول بين المشرق العراق وسوريا ومصر، تنعكس أيضاً على أسرتين، أسرة المكين وأسرة أولاد العسال. المكين كما سمعنا من أصل سرياني من تكريت حالياً في العراق، وأتى إلى مصر وصار قبطياً لأنه تزوج قبطية وعاش في الكنيسة القبطية، وانتهى المطاف بآخر فرد لهذه الأسرة أن يعيش في دمشق. بينما أولاد العسال هم أقباط من الأصل، الجد الأكبر العسال وابنه كان كاتب مصري، كاتب مصري يعني يعمل في مدينة مصر أي في الفسطاط. أنا أنتقل، يعني عاوز أقول نقطة أولاً، أنه بين السوريان وبين الأقباط لا يمكن الحديث عن مواطن أصلي ودخيل، لأن الإثنان يتحدان في العقيدة، يستعملان طقس متقارب، وهناك شركة ليس هناك دخيل، شركة وشراكة، وهذه تجلت في قداس عيد الميلاد حسب التقويم الجريجورياني في هذه أو في الأيام الماضية، عندما احتفل الأب فيليبوس الربان بعيد الميلاد اشترك معه في القداس كهنة أقباط، وحضر الصلاة أساقفة أقباط ومطارنة. فإذن ليس هناك حديث عن دخلاء. أولاد العسال هم ليسوا سريان ولكن هم أقباط، ولكن ذهبوا إلى سوريا، وفي سوريا تقابلوا كثيراً مع المكين. الأسعد بن العسال ذهب إلى سوريا عدة مرات، والأب سمير خليل له مقالة عن زيارة للأسعد إلى دمشق. وبعد ذلك المؤتمن الأخ الأصغر لم يذهب إلى سوريا فحسب، بل أقام في سوريا مرتين، وبالتالي كان زميلاً للمكين وكان صديقين، وكانت هناك علاقات ثقافية بين المكين وأولاد العسال. احنا سمعنا أنه في نهاية أو بعد وصول وغزو المغول للمنطقة تعرض المكين للسجن، بينما المؤتمن تعرض لأمر سيء، ليس السجن ولكن تعرض أن مكتبته نهبت بالكامل، حتى الكتب التي كان وضعها فقدت منه، واضطر أن يعيد هذه الكتابات في مصر. فإذن كانت هناك صداقة كبيرة بين أسرة هذا السرياني الذي أتى منذ قرنين إلى مصر وبين أولاد العسال. إذا تحدثنا عن الجانب الثقافي بين المكين وأولاد العسال، المكين له كتاب واحد في جزئين، تاريخ للعالم من البداية حتى بدء أو وصول العرب إلى مصر، ثم كتاب ثاني أو جزء ثاني عن العرب، وجرى الحديث كثير الآن عن الجزء الثاني، بينما يعني علينا أن نركز على الجزء الأول أو النصف الأول من الجزء الأول الذي أتم تحقيقه البروفيسور مارتينو دياز. فإذن المكين مؤرخ، ولكن المؤرخ يحتاج أيضاً إلى مادة عقائدية، لأنه سيتحدث
هو تحدث في الماضي، سيتحدث عن المجامع، سيتحدث عن بعض الأمور العقائدية. فهو رغم أنه مؤرخ فقط محتاج إلى باقي العلوم، وهو استفاد من أولاد العسال لأنهم بدأوا يكتبوا قبل منتصف القرن الثالث عشر. أريد أن أضيف نقطة مهمة كثيراً، كل المؤرخين الأقباط اللي كتبوا عن المكين نسبوا إليه أيضاً مؤلفات عقائدية، وهذا حدث بسبب خلط بين مؤلف عقائدي كان في القرن الرابع عشر، وهذا موضوع مهم جداً ننوع عليه. وأنا أستغرب حقيقةً أنه حتى بعد كتاب جراف وحتى بعد طبع ترجمة للجزء الخاص بجراف هناك من ما زال يخلط بين المكين المؤرخ والمكين العقائدي. أختم بمعلومة يعرفها الدكتور البروفيسور مارتينو دييز، أنه كان للمكين أيضاً خزانة، ولكن ليست خزانة بمفهومنا الحاضر، خزانة لحفظ النقود أو الذهب، خزانة يعني مكتبة. وكان في هذه الخزانة كتاب للمؤتمن ابن العسال وضعه عن رسائل القديس بولس، فإذن هو كان يقتني كتب أولاد العسال، وأعتقد أولاد العسال كان لهم خزانات ليس خزانة واحدة. فنعرف أن الأسعد كان له خزانة تسمى الخزانة المولوية الأسعدية، فكان هناك اهتمام إذن من الجانبين بالثقافة، وهذا هو الذي يعني نهتم به، وهذا الصرح الذي نقيم فيه الآن فوق رؤوسنا هناك خزانة للكتب. الآن الثقافة أصبحت ميسرة أكثر بطرق عديدة، ولكن ما زال الكتاب الورقي له أهمية. ومن هنا نشكر البروفيسور مارتينو دييز لنشر أو لبدء العمل في الجزء الأول من هذا الكتاب، وأشكركم جميعا. إن المؤرخ اليوناني يوليبيوس يقول إن التاريخ مفيد جداً في تعليم الفلسفة من خلال ذكر بعض الأمثلة وأيضاً ذكر بعض العبر التي يعرضها. ويذكر يوليبيوس أن الإنسان يتعلم من أخطائه السابقة، أما ابن خلدون فصرح بما يشبه رأي يوليبيوس فقال إن التاريخ يقفنا على ظروف الأمة السابقة وأخلاقهم وسير الأنبياء وسير الملوك وطبيعة سياساتهم كي يتم الاقتداء بهم والابتعاد عن أخطائهم التي ارتكبوها. فلو أردت فهم الحاضر فادرس الماضي. تاريخ كل أمة خط متصل، قد يصعد الخط أو يهبط، وقد يدور حول نفسه أو ينحني، لكنه لا ينقطع أبداً. إن التاريخ في ظاهره لا يزيد عن الأخبار، ولكن في باطنه نظر وتحقيق كما يحدث اليوم. التاريخ يكتبه المنتصرون، فالأمة التي تحفظ تاريخها تحفظ ذاتها. خادم بكنيسة مريمينا شبرا والسيدة العذراء بالدقي، مسؤول تاريخ الكنيسة بأسقفية الشباب، ومسؤول مركز أبو سيفير للدراسات اللاهوتية بإبراشية طابون، وباحث بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي. له العديد من المؤلفات، وكاتب بالعديد من المجلات سواء بأسقفية الشباب أو مجلة الكرازة وجريدة وطني. أحيل إلى المعاش بعد أن كان يشغل رئيس قطاع التدريب والعلاقات العامة والمجلة بالاتحاد التعاوني للإسكان المركزي، وفي هذا المجال حقق إنجازات كثيرة وحصل على عدة دروع وشهادات تقدير من عدة محافظات. دياكن زكريا عبد السيد فليتفضل.
في البداية اسمحوا لي أتقدم بجزيل الشكر لأبي صاحب النيافة، نيافة الأنبا أرمية، اللي سمح لي بهذه الفرصة التي لا أستحقها إن أنا أتكلم قدام حضراتكم هذا الجمع المحترم، خاصة الأباء الأحبار الأجلاء من الكنائس الشقيقة. وإحنا بنتكلم عن عصر مهم جدا في تاريخ مصر وتاريخ الكنيسة، وشخصية لها ثقلها التاريخي كمؤرخ في القرن الثلاثة عشر، العميد جرجس ابن المكين. الحقيقة اللي اتقال كلام كتير جدا، أنا مش عارف أقول إيه بعد كل اللي اتقال، لكن أنا هقول كام سطر عن شخصية ابن المكين، وبعدين هتكلم على العصر اللي عاش فيه سواء الكنسي أو الدولة. زي ما سمعنا الدكتورة نجلاء، ابن العميد هو عبد الله جرجس ابن أبي ياسر ابن أبي المكارم ابن أبي الطيب ابن يوسف ابن العميد، وساعات بنسميه كمان ابن الحكيم. هذه الشخصية الكبيرة عصرت 5 من السلاطين في مصر، وفي نفس الوقت عاصر 5 من الأباء البطاركة، 5 من السلاطين و5 من الأباء البطاركة. أسرى المكتبة العربية بالعديد من المؤلفات القيمة، وطبعا زي ما سمعنا أهم ما كتب مجموع المبارك اللي هو من جزئين زي ما سمعنا حضراتكم. هذا الكتاب اعتمد على كتاب الطبري تاريخ الأمم والملوك ويوميات سعيد بن بطريق. يذكر كل من الكاردينال تسران وجاستون منت المؤلف وعالم الآثار الإسلامية أن القشندي اعتمد على كتاب الطبق المكين في كتابه صبح الأعشى، خصوصا بما يختص بالجزء القبطي. كمان المقريزي اعتمد في موسوعته المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار في الجزء الخاص بالأباط برضو على كتاب ابن العميد. العلامة توماس أرينوس ترجم الكتاب للاتينية و 12629 في لندن، وبعدين الترجم إلى العديد من اللغات الأوروبية خصوصا الإنجليزي والفرنساوي. الجدير بالذكر أن المؤرخ المفضل ابن أبي الفضائل أكمل عمله في كتاب سماه النهج السديد والدر الفريد فيما بعد تاريخ ابن العميد، وكتب فيه الفترة ما بين الملك الظاهر اللي هو الظاهر بيبرس لحد الملك الناصر ابن قلاوون، الفترة دي من 1260 ل 1341. طيب الفترة اللي عاش فيها ابن المكين، زي ما قلت لحضراتكم انه عاصر 5 من الاباء البطاركة، وابن المكين هو مؤرخ لانه كان قريب جدا من رجال الدولة، وبرضه كان قريب جدا من اباء البطاركة ورجال الكنيسة، فكان على دراية تامة بالامور السياسية والدينية في مصر. اول بطرك من الاباء اللي عاصرهم، انا هقول كده لقطات صغيرة، البابا يوحنس السادس البابا رقم 74، وده عاش من 1189 ل 1216 في عهد صلاح الدين. هذا البطرك قبل ما يترسم بطرك كان انسان بتول، كان علماني، كان ليه وكاله في مصر، كان بيمتلك مصنع سكر وطواحين، كان بتول وعالم بشوش الوجه حسن الخلق، بيتلو ساعات الليل الاجبيه ليل ونهار، وكان محبوب جدا من المسلمين قبل المسيحيين، لدرجة أنه بعض المسلمين رشحوه للبطريركية. في عهده حصلت قصة مهمة جدا، أنه المطران القبطي بالحبشة تنيح، فإمبراطور الحبشة بعت للبابا عايزين مطران يترسم على الحبشة. تعرفين المطران الحبشة في الوقت ده كان من الأقباط، وجي رسول من عند إمبراطور الحبشة وفضل مستني في مصر عشان ياخد المطران معاه. لكن اللي حصل انه فضل يدور على مطران يرسمه ما لقاش، لحد لما لقى اسقف على بلد اسمها فوه. فوه دي كان الصليبيين ابادوا اهلها كلهم مسلمين ومسيحيين، فبقى الاسقف ملوش شعب وراح الدير. فكانت النتيجه انه البطرك اخذ هذا الاسقف ورسمه مطران على الحبشه. في الحبشه استقبلوه استقبال رائع جدا، وخرجوا على مسيرة 3 أيام عشان يستقبلوه، وخدم معاه 10 من الآباء الكهنة.
بعد شوية هذا البطرق أو هذا المطران عاش عيشة كلها بزخ وطرف، وبعدين ضاع من القصر بتاعه قضيب من الذهب، فاتهم فيه أحد الكهنة اللي بيخدموا معاه، وجابوا قعد يضرب فيه ضرب مبرح لحد ما مات. فأهل الكاهن اللي اتقتل أصروا إن هم ياخدوا بالطار ويقتلوا المطران، فكانت النتيجة إنه قرر يهرب لمصر. خد معاه كل ما خف وزنه وغلى ثمنه واتجه بيه لمصر، لكن في الطريق قطاعوا الطرق قابلوه أخدوا منه كل حاجة، وصل مصر ما عندوش حاجة خالص. وراح للبطرك فبيقول له أنت جيت ليه؟ حكى له حكاية متلفقة، قال له الحقيقة أن أخت الإمبراطورة كانت عايزة ترسم أخوها مطران، وبعدين بعد ما ترسم حب يقتلني فأنا ما قدرتش أقعد وجيت. طبعا البطرك ما صدقش الحكاية دي. فالبطرك بعت للإمبراطور يستفهم عن الموضوع، فقال له ده كان عايش في قصر فخم جدا وعاش من الرفاهية والبزخ وحاجات من النوع ده. فجابوا هذا المطران وحققوا معاه واكتشفوا انه الكلام ده كله صحيح، فشلحوه. وهم بيشلحوه طبعا قطعوا ملابس الخدمة بتاعته، ده معناها انه يرجع ليه اسمه العلماني. قصة تانية برضو حصلت في عصر هذا البطرك، انه في قس قسيس من بلد اسمها البشمور اترمل، وبعدين اخد زوجة في بلد تانية وراح اسكندرية وقعد يخدم من غير الإكليروس ما يعرفوا عنه حاجة. بعد شوية اكتشفوا الحقيقة فاشتكوا للبطرك، فالبطرك وبخ الإكليروس ازاي تقبلوا واحد ما تعرفهوش، فقالوا له ما كناش نعرفه. من هنا طلع أمر انه ما فيش إبروشية تخلي كاهن غريب يخدم فيها من غير ما يبقوا عارفين أصله وفصله. في عهده بطل إرسال أساقفة إلى الخمس مدن الغربية بسبب ارتداد أهلها عن المسيحية بعد أن ذاقوا اضطهاد مرير على يد الملوك البيزنطيين ثم بعض الولاة المسلمين. البطرك اللي بعده اسم شهير جدا في تاريخ الكنيسة، البابا كرولوس الثالث، أو بنسميه البابا كرولوس ابن لؤلؤ. هذا البطرك كان بطرك من 1235 ل 1243. بعد البابا يوانس الكرسي فضل فاضي 20 سنة، ودي أطول مدة قعدها كرسي اسكندرية فاضي، 20 سنة، بسبب حروب الصليبيين. فكانت المسيحيين مش لاقيين وقت ان هم يختاروا بطرك، بالإضافة انه اختلاف الأقباط مع بعض في اختيار بطرك جديد، فالمدة طالت جدا ووصلت 20 سنة. اترشح للكرسي 3 أشخاص، الثلاث أشخاص دول واحد اسمه القس بولس البوشي وواحد اسمه القس داود بن لؤلؤ، ودول كانوا في رهبان في أحد أديرة الفيوم وبعدين اترسموا كهنة. الثالث اسمه الأرشدياكون أبو شاكر بطرس، ده كان ناظر كنيسة أبو سرجة، وفي بعض الكتب اتقال المعلق. الثلاثة اتبعوا طرق ملتوية جدا للوصول إلى الكرسي، ودفعوا مبالغ ورشاوي طائلة جدا دون جدوى، لدرجة أنه القس بولس البوشي انصرف عن الموضوع وقال خلاص الموضوع ما يخصنيش، وكمان الأرشدياكون أبو شاكر بطرس عمل نفس الحكاية. اللي فضل في الصورة هو داود ابن لؤلؤ، وابتدى يتحين أي فرصة أنه يترسم بطرك. مطران الحبشة مات، فراح دفع 200 دينار للخليفة العادل عشان يرسمه ويبعته، فالخليفة فعلا بعت رسالة للبطرك قال له ارسم لنا دوت للحبشة. فالبطرك اعتذر بلطافة كده وقال له هذا الرجل عليه كلام في العقيدة، فما يصح مش هنقدر نرسمه، والموضوع خلص على كده. بعد شوية حصلت مشاكل فاتقبض على داود بن لؤلؤ وترمى في السجن. اتوسط له واحد اسمه نشئ الخلافة وخرجه من السجن، وبعدين أخده معاه القاهرة وتصاحبه وبقى يسعى له أنه يبقى بطرك، وعمل محاولات كثيرة جدا علشان يبقى بطرك، وفي النهاية قدر يدفع مبلغ 3000 دينار للخليفة في اسكندرية بعيد عن القاهرة بعيد عن الشعب اللي كان بيرفضه، وترسم بطرك. في الفترة دي كانت الفترة برضو طالت جدا، فكل الأساقفة تنيحوا اللي في مصر ما فضلش غير 2، والميرون كمان خلص، فبقوا بيستخدموا زيت الغليلون في بعض الكنائس وبعض القرى. طب هو أول ما ترسم بطرك والخليفة أو الوالي أو السلطان كان طالب منه مبلغ كل سنة يعمل إيه؟ فابتدى يرسم أساقفة وكهنة وشمامسة بالسيمونية.
السيمونية يعني إيه؟ إنه يبيع مواهب الروح القدس بفلوس، يعني الرسامة تكون بفلوس. تقريباً كل اللي رسمهم كانوا كده، لدرجة إنه في سنة واحدة رسم أكثر من 40 أسقف. الشعب كله ضج من هذا البطرك، وحصلت مشاكل وخلافات كثيرة جداً، لحد لما في يوم مجموعة من الأباء الأساقفة تجمعوا حوالي 14 أسقف وقعدوا مع البطرك وقالوا له إحنا لازم نظبط الأمور، لازم نلتزم بالإيمان، نلتزم بقرارات المجامع بتاعتنا، نلتزم بالمجامع المقبولة، وطلعوا مجموعة قوانين وقالوا اللي هيحيد عنها يتحرم. دي بنسميها قوانين ابن لؤلؤ أو قوانين البابا كيرلس الثالث. أوكي، لكن هو بعد شوية حاد عنها. لما المشاكل كترت وهذا الرجل كان دي كل تصرفاته، بولس البوشي نصحه وقال له يا ريت تبعد عن الكنيسة وتعتزل في دي أحد الأديرة علشان تصلح أمورك وتقدم توبة والناس تقبلك. فعلا اعتزل في دير لحد لما تنيح سنة 1243. ده البابا كيرلس الثالث أو ابن لؤلؤ. البطرك اللي بعده اسمه البابا أثناسيوس. بعد ما تنيح البابا كيرلس الأباط ما بقاش عايزين يختاروا بطرك جديد، والموضوع ما كانش يعنيهم، وكل أسقف بقى بيدير الأبرشية بتاعته من غير ما يفكر فيه بطرك، لحد لما في يوم اتفقوا على شماس اسمه ابن القس المعروف بأبو المكارم ابن كالهليل، فأقروا لسمته. هذا الرجل جاهد في القضاء على السيمونية وجلس على الكرسي 11 سنة. الاثنين البطاركة اللي بعد كده حالة فريدة في تاريخ الكنيسة القبطية، انه اثنين بطاركة قعدوا على الكرسي في وقت واحد، البابا يوحنا 76 والبابا غبريال 78. الحالة دي ما تكررتش غير في الوقت ده. القصة انه الاثنين اترشحوا للبطريركية، كان كلاهما مرشحين وتساوت اصوات الناس اللي بيحبوهم. يوحنا تعدد من اكابر الطائفة بمصر القديمة، وغبريال اعتمد على القاهرة، والاساقفة انقسموا نصين للاثنين، والكفة تساوت. قالوا خلاص نعمل قرعة هيكلية. عملوا قرعة هيكلية جت على غبريال، الفريق الاخر رفض، وراحوا من الصبيين يوحنا هو البطرك. يوحنا قعد على الكرسي 7 سنوات و9 شهور. كانت النتيجة بعد كده انه الحزب او الفريق بتاع غبريال تقوى، فراحوا قبضوا على يوحنا وعزلوه وسجنوه في احد الاديرة ونصبوا غبريال. غبريال قعد 2 سنين و3 شهور وتنيح، فراحوا مرجعين يوحنا تاني. في المرة التانية قعد 22 سنة و3 شهور، بقت إجمالي الفترة اللي قعدها البابا يوحنا 29 سنة. وزي ما قلت لحضراتكم دي الحالة الفريدة، إنه اتنين من البطاركة يقعدوا على الكرسي في وقت واحد. دول الآباء البطاركة اللي عاصرهم ابن المكين. شوفوا الحالة كان شكلها إيه، فلما نيجي نتكلم على ابن المكين في ظل الظروف دي نعرف مدى العظمة بتاعته، وإنه عاش في عصر وقدر يكون نابغ ويأرخ لنا لأشياء مهمة جدا في تاريخ الكنيسة وتاريخ مصر. الحكام اللي عاصرهم ابن العميد زي ما سمعنا، الملك العادل وابنه الكامل. العادل كان في سوريا وأسند الحكم في مصر لابنه الكامل، كان بيحب الأقباط جدا لدرجة إن الذين أسلموا في أيام صلاح الدين عادوا إلى المسيحية في أيامه. في هذه الفترة دخل الصليبيين مصر، وفي الفترة دي المسيحيين ذاقوا الأمرين، برغم ان هم كانوا مع اخوانهم المسلمين بيدافعوا عن مصر بكل ارواحهم ضد الصليبيين، لكن الغزاة صليبيين، فالمسلمين بصوا لهم على انهم دول مسيحيين ودول مسيحيين. فالاقباط بيحاربوا الصليبيين والمسلمين بيحاربوا الصليبيين وبيضطهدوا الاقباط نتيجه للديانه. دوله المماليك الاولى ايبك وابن نور الدين، في الفتره دي كان في طبيب من الوجه القبلي اسمه تدرس اسلم ايام الملك الكامل، وظهر في ولايه عز الدين ايبك اللي سمعنا عنه من شويه، وتعلق بالخدمه بتاعته وتمكن من الدوله، يعني بقى داخل في كل حاجه في مصر، وكان قريب جدا من السلطان عز الدين ايبك. استغل ده ضد الكنيسه وبقى بيعمل وشايات، والموضوع ده تسبب في اضطهاد مرير جدا للاقباط بسبب هذا الشخص. الظاهر بيبرس في أيامه حصل حريق كبير في القاهرة، فاتهموا الأقباط.
لذلك حما غضبوا جدا وقال لهم اجمعوهم كلهم ونحفر حفرة ونولع فيهم أحياء. فقعد هم واليهود، فواحد من اليهود قال له ازاي تعمل فينا كده مع يعني الكفار اللي هم المسيحيين يعني. وواحد آخر توسط للأباط قال له طب احنا هنجمع لك 50,000 دينار وتلغي القرار ده. قال له ماشي. فقالوا هنديله 50,000 دينار يعمر الأماكن اللي اتحرقت، لكن هو خد الفلوس وكان بيدخل حروب كتير فانفقها على الحروب بتاعته. من مشاهير العصر زي ما سمعنا من الكلمات اللي فاتت أولاد العسال، وشمس الدين أبو البركات ابن كبر اللي كان قسيس بالكنيسة المعلقة وده عالم فاضل، هو صاحب كتاب مصباح الظلمة وإيضاح الخدمة، وله خطب كثيرة بتطلى في الكنائس. من القديسين المشهورين في الفترة دي القديس برسوم العريان أو الأنبا برسوم العريان، هو ابن كاتب الملكة شجرة الدر، ترك له والده ثروة كبيرة وزعها على الفقراء، سكن في مغارة بكنيسة أبو سيفين، عكف على مباشرة الفضائل للصوم والصلاة، قصده المرضى والكثيرين، حدث في أيامه اضطهادات، أغلقت الكنائس، اتقبض عليه واتسجن، وبعدين أفرج عنه وفي آخر أيامه اعتزل في دير شهران بالمعصرة مواظب على إتمام الفضائل. دي كانت لمحة بسيطة عن العصر اللي عاش فيه ابن المكين سواء على المستوى الكنسي أو على المستوى الاجتماعي والسياسي. شكرا لحضراتكم، شكرا يا سيدنا. تسهم دراسة التاريخ في فهم الأخلاقيات، حيث إن دراسة قصص ومواقف الأشخاص في الماضي تجعل من يدرس التاريخ يقيم الحس الأخلاقي الخاص به وبمن حوله. يسعى أيضاً لصقله لتجنيب التعقيدات التي يواجهها الأشخاص في ظروف حياتهم الصعبة. إن التاريخ لا يدرس فقط من خلال قصص رجال ونساء التاريخ العظماء، ولكن المحققين في التاريخ يدرسون أيضاً الناس العاديين وشجاعتهم واجتهادهم والتضحية التي قدموها في الحياة، حيث إن قصص الناس هؤلاء الذين نجوا من مصائب أو ظروف صعبة على مدار التاريخ تكون مصدراً للإلهام لدى الآخرين. حصل على دكتوراه عام 2007 من جامعة البندقية، هو أستاذ مشارك في اللغة العربية وأدائها في الجامعة الكاثوليكية في ميلانو، والمدير العلمي لمؤسسة الوحدة أو الواحة الدولية في عام 2019، كان أيضاً عضواً زائراً في معهد الدراسات المتقدمة في بريتستون، وذلك بمدرسة الدراسات التاريخية، حيث بدأ العمل على تاريخ ابن العميد، وقام مؤخراً بتحقيق القسم الأول منه من آدم وحتى الأخمينيين في أبريل 2023. الدكتور مارتينو دياتس فليتفضل. أنا سأقرأ نصي بالعربي، ولكن هناك نسخة إنجليزية موجودة في الصالة وأيضاً الباوربوينت بالإنجليزي. طيب، أنوي بهذا التقديم في المركز الثقافي الأرثوذكسي، والذي أشكره جزيل الشكر على حسن ضيافته، أن أعفي ديناً وقعت تحته خلال عملي، بل دينين. الأول الدين تجاه المكين بن العميد صاحب الكتاب كما سمعنا، كونه ينتمي إلى التراث القبطي، وفي رأيي لا معنى لنشر هذا التراث القيم إلا إذا كان على اتصال مع الجماعة القبطية الحاضرة كما أيضا أشارت إليه الدكتورة نجلاء.
فبالتالي يعني أنا فرحان جدا بالحضور وبالوجود هنا هذه هذا المساء. فنحن لا نتكلم هنا عن أمر مضى مثل مثلا الثقافة الفرعونية، بل عن واقع حي. والدين الثاني هو تجاه قداسة البابا توادوس الثاني الذي سمح لي بوساطة نيافة الأنبا أرميا والأب رفيق كريش أيضا بزيارة مكتبات العديرة المصرية للحصول على نسخ رقمية من مخطوطات ابن العميد. وبالفعل ومع أن مخطوطات كثيرة من هذا العمل محفوظة في أوروبا أيضا، إلا أن أفضلها لا يزال في مصر، وكانت لها دور أساسي في تحديد النص. مع ذلك لن أتكلم في هذه الأمسية. طيب السلايد الثاني. أوكي. أوكي. لن أتكلم في هذه الأمسية عن منهج تحقيقي أو مواضيع فنية أخرى لا تهم إلا المتخصصين، بل سأركز على عنصرين لم يفقدا عصرياتهما في رأيي، إنهما البعد المسكوني والحواري لعمل ابن العميد. فما وعي إن المصطلحين لم يكونا موجودين في القرن الثالث عشر، أعتقد أن المفهومين كانا واضحين في ذهن ابن العميد. هذه في رأيي أهم عبرة يقدمها لنا ابن العميد، وما يبرر إحياء ذكرى بعد مرور أكثر من 700 سنة على وفاته. ولكن فلنبدأ من البداية. تفضل بالسلايد. أوكي. في أكتوبر 1264 كان المكين ابن العميد يقبع في السجن. كان حينئذ ابن 58 سنة كما سمعنا، وكان قد صار كاتبا مهما في ديوان الجيش في عهد الناصر يوسف أمير حلب ودمشق الأيوبي، غير أن الاحتلال المغولي القصير لدمشق أدى إلى سكوته نتيجة للموقف غير البصير الذي تبناه ابن أخته في هذا المنعطف الحرج. وفي عام 62 أي بعد عامين من عودة المماليك إلى سوريا، عاش ابن العميد هبوطه الأول، فقد استدعاه السلطان بايبرس إلى مصر واعتقله ونقم عليه. مع ذلك وفي تطوع غريب أفرج بايبرس عنه بعد مدة يسيرة، بل والله جيش مصر ثم أضاف إليه جيش الشام كما كتب ابن السقائي صاحب سيرتي. بيد أن ابن العميد بعد وقت وجيز اعتقل مرة أخرى بتهمة التعامل مع المغول، وعلى الرغم من أن التهمة في أغلب الظن مجرد نميمة أشعاها كاتب حاسد، إلا أن حياته المهنية تدمرت تماما. فقد قضى ابن العميد أكثر من 10 سنين في السجن، وبعد خروجه منه ترك التصرف في الديوان حتى توفي في دمشق، ربما في سنة 93 كما أشار إليه الأب وديع في رسالة في مقال له. وفي 22 أكتوبر 1264 بعد ابن العميد في كتابة تاريخ عالمي منذ الخلق وإلى أيامه سماه ببساطة كتاب التاريخ. هذا يعني عرفته من مخطوط، يعني كتاب ابن العميد محفوظ في روايتين، رواية شعية اللي أنا يعني نشرتها، ورواية قديمة موجودة في دير الأنبا أنطونيوس. وفي الرواية دي هناك جملة اعتراضية، يعني
تشرح لنا أن بداية الكتابة كانت في هذا اليوم بالضبط، لأنه يعني يكتب عن الكلام على مقدار الزمان والماضي منه، ويقول أنه يعني عدد الأيام من بداية الخلق وإلى أيامه كان كذا كذا، ويقول يعني أن ابتداء تحرك الكواكب من أول نقطة من برج الحمل وإلى آخر سنة 62600 هو وهو عيد الشروع في جمع هذا المختصر. يعني من هنا نعرف أنه هو بدأ بالضبط في آخر هذه السنة الهجرية اللي هي توافق 23 أكتوبر 64. فهل كان يبحث عن سلو أو ربما عزا من بوسي؟ لا نعرف، لأن المؤلف متحفظ جدا بشأن نفسي، لكن ما نعرفه هو أن عمله كان لا يتمتع بنجاح واسع، ليس فقط بين المسيحيين الشرقيين بل أيضا بين المؤرخين المسلمين والمستعربين الأوروبيين الأوائل في العصر الحديث. من الناحية الأدبية يعد كتاب ابن العميد في فن الكرونوغرافيا حرفياً كتابة الأزمنة، أي سرد أحداث ماضية حسب ترتيب زمني مرتخٍ وفقاً لسلسلة من الشخصيات. ابتكر هذا الفن يوليوس أفريكانوس في القرن الثاني الميلادي، وأصبح شائعاً في العصور القديمة المتأخرة، خاصة في الأوساط اليونانية والسوريانية. وقد خدم هذا الفن من خلال دمجه التاريخ المقدس والعلماني والكنسي في رواية متتابعة من الخليقة وإلى الحاضر مصالح فئات مختلفة من القراء. وبعد الفتح العربي تم إنتاج تواريخ عالمية كرونوغرافيات باللغة العربية أيضا، خاصة من قبل مؤلفين ملكيين مثل سعيد بن بطريق ومحبوب بن قسطنطين المنبجي، ولاحقا من قبل مؤلفين سوريانين شرقيين وغربيين أيضا مثل إيليا النصيبي وابن العبري. على العكس وباستثناء وحيد، لم يمارس المؤلفون الأقباط هذا النوع من الكتابة حتى القرن الثالث عشر، عندما عادت سوريا ومصر تحت حكم موحد للأيوبيين، مما خلق مناخا ثقافيا جديدا. معلش كمان واحد اوكي. وكما ذكر أبو وديع، فإن التبادلات بين القاهرة وبلاد الشام أصبحت أسهل بكثير، وأخذت دائرة من المثقفين الأقباط أولاد العسال زمام إحياء ثقافي شديد يسمى أحياناً بالنهضة القبطية. وقد ساهم بروز العربية كاللغة المشتركة للمنطقة جمعاء في تعزيز أداء الإحياء، ونتيجة لذلك جاءت أعمال كثيرة أنتجها مسيحيون من الطوائف الأخرى وكذلك يهود ومسلمون لإثراء المكتبة القبطية العربية. وكانت أول ثمار هذه النهضة كتاب التواريخ، وقد أنجزه الراهب المصري ابن الراهب، وتناول الكتاب التقويمات المختلفة المستخدمة في الشرق الأوسط وقتئذ وطريقة تحديد الأعياد المسيحية، كما كان يحتوي أيضاً على سلسلة من الجداول في 166 صفاً من آدم وإلى هرقل فيما يخص فترة ما قبل الإسلام وبحسب تعاقب الخلفاء والملوك والسلاطين في العصر الإسلامي إلى أيام المؤلف. قام ابن العميد بالخطوة التالية، وبينما تبع ابن الراهب في ترتيبه الزمني فقد أثراه برواية تاريخية كاملة مستوحاة فيما يتعلق بجزء ما قبل الإسلام من الكرونوغرافيات الملكية التي كان قد قرأها
في دمشق. علاوة على ذلك فقد استفاد من نهضة شبه مجهولة في الدراسات الكتابية لدى الأقباط. فبينما اعتمدت الكنيسة القبطية في البداية على ترجمة عربية ضعيفة لسبعينية اليونانية، راجع أولاد العسال هذا النص بالمقارنة مع التفسير، أي ترجمة توضيحية للعهد القديم على العبري أنتجها الحاخام المصري سعيد الفيومي. يعني هم قارنوا النص العبري والنص اليوناني. وبالإضافة إلى هذه المصادر، أثر ابن العميد أيضاً على تاريخ روزبيهان، وهو عبارة عن كتاب نصائح للأمراء، فمع أن العمل أُلف في عصر السلاجقة، إلا أنه يقدم نفسه كسرد تاريخ فارس ما قبل الإسلام، واعتبره ابن العميد خطأً وثيقة تاريخية قديمة، مسارعاً إلى إدراجه في كتابه. وأخيراً اهتم مؤلفنا بالنصوص الهرمسية، إذ نسخ منها بعض المقتطفات خاصة في سيرة الإسكندر. وفيما يتعلق بالجزء الإسلامي، اعتمد ابن العميد في الغالب على التاريخ الصالحي لمعاصر ابن واصل، وهو مختصر وتكملة لتاريخ الطبري. لم يضيف إليه ابن العميد إلا بضعة أخبار عن بطاركة الإسكندرية. وتتوافق هذه المجموعة الواسعة من المصادر مع فضول أولاد العسال ودائراتهم وانفتاحهم، وذلك دون المساس بهوياتهم القبطية، مما يجعلهم نموذجاً في الحوار المسكوني كما سبق وأشرت. وأخيراً أضاف ابن العميد مساهمته الشخصية أيضاً، يعني هو ما كانش فقط يجمع المصادر القديمة، وهي تتجلى بشكل خاص في قائمة عجائب الدنيا 30 الموجودة في الشاشة، وفي القسم المخصص للتاريخ الأيوبي، حيث تصبح رواية ابن العميد أكثر تفصيلاً وذات إبداع كبير، كما قال المؤرخ والمستشرق الفرنساوي كلود كوهين. ومع ذلك فإن إرادة المؤلف لا تزال حاضرة طوال العمل، إذ تحكم على تركيب هذه المصادر المختلفة إلى وحدة متماسكة ومنظمة. وربما كانت ميزات الوضوح والإيجاز النسبي هذه هي التي فسرت نجاح العمل المستمر، ويشهد على ذلك العدد الهائل من المخطوطات المحفوظة، يعني 29 مخطوطاً لجزء ما قبل الإسلام، وقد اطلعت على 25 في تحقيقي، وما لا يقل عن 15 بالنسبة للجزء الإسلامي. إنها تحافظ على روايات مختلفة. ومن خلال دراسة سمات الملك والقراءة في المخطوطات، تمكنت من تتبع مسيرة العمل خارج مصر في سوريا ولبنان على الأخص. وبالإضافة إلى ذلك وصل الكتاب إلى أثيوبيا أيضا، حيث تمت ترجمة تاريخ والدة أميد كما سمي المؤلف باللغة الأثيوبية مرتين على الأقل بين القرنين 15 و16. أنا للأسف لا أقرأ اللغة الجيرزية الإثيوبية، ولكن أنا عرفت على هذه المعلومات من باحث ألماني. لكن الظاهرة الأكثر اهتمام في رأيي هي قبول هذا العمل عند مؤلفين مسلمين، فإنه يمثل حالة موثوق بها من التفاعل الثقافي المسيح الإسلامي قبل العصر الحديث. نحن كلنا أو أعتقد نود أن نشدد على هذه الحالات، ولكن علينا أن نبرهنها عبر النصوص حتى لا نقع في خطاب أيديولوجي لا يقني إلا من هو مقتنع من قبل.
وبالنسبة إلى ابن العميد، لقد اكتشفت حتى الآن 5 أمثلة لهذا التفاعل. يبرز من بينها استخدام ابن خلدون له. فقد قرأ المؤرخ المسلم الكبير مؤلفنا القبطي بدقة واستشهد به أكثر من 70 مرة في الجزء الثاني من كتاب العبر المشهور. وقد تمكن العالم المغربي الذي أطلق على سلفه القبطي لقب مؤرخ النصارى كما هو على الشاشة من الحصول على نسخة من كتاب التاريخ في مصر، حيث عاش ما يقرب من ربع قرن حتى وفاته عام 1406. وفي الواقع شرع ابن خلدون في الجزء الأخير من حياته في تحويل كتاب العبر إلى تاريخ عالمي حقيقي، وربما هو الأول من نوعه. ولتحقيق هذا الهدف كان بحاجة إلى المزيد من المعلومات حول تاريخ بني إسرائيل واليونان والرومان ونشأة المسيحية، فوجدها بشكل أساسي في ابن العميد. واقتبس ابن خلدون من مؤرخنا القبطي معلومات كثيرة، كما استفاد أيضا من يوسف بن غوريون أي نسخة معدلة من كتاب الحرب اليهودية ليوزيفيوس فلافيوس، وهروجيوس أي ترجمة عربية موسعة لكتاب المؤرخ اللاتيني أوروزيوس صديق القديس أغسطينوس. وعلى هذه الطريق قام ابن خلدون بموائمة كتاباتي التاريخ البيزنطينية واللاتينية في عرض واحد للماضي اليوناني والروماني، وذلك لأول مرة في الثقافة العربية. وهكذا كان لابن العميد إلى جانب يوسف بن كوريون وهروجوش دور فعال في توسيع أفاق ابن خلدون. ويصح ذلك أيضا على أهم تلميذ ابن خلدون أي المقريزي، الذي اعتمد مرة أخرى على نفس المصادر الثلاثة في تقديمه للتاريخ القديم. ومن المفترض عموما أن العلماء المسلمين لم يكونوا يقرؤون الكتاب المقدس نظرا لتحفظاتهم على سلامة نفسه، مفضلين الاعتماد على أخبار شفهية نقلها مسلمون من أصل يهودي أو مسيحي. ومع ذلك فإن قراءة ابن خلدون أو المقريزي باقتران ابن العميد تظهر أن بعضهم كان على دراية بالسرد التاريخي الذي يقوم عليه العهدان القديم والجديد، وذلك في الصيغة التي توسط بها العرب المسيحيون. بمعنى آخر، كان المؤرخون المسلمون من العصر المملوكي يعرفون الكتاب المقدس أكثر مما يفترض عادة، وقد استخدمه بعضهم كابن خلدون كوثيقة موثوقة طالما لا يتعارض مع التقديم القرآني لنفس الأحداث. وفي ضوء الجدل المستمر حول نص الكتاب المقدس في العالم الإسلامي، فإن هذا الاكتشاف يبدو ذا مغزى. وبعد قرنين ونصف من ابن خلدون عاد ابن العميد إلى الواجهة، وهذه المرة في هولندا بفضل توماس إربينيوس. كان هذا المستعرب الهولندي يبحث عن مواد تعليمية لكرسي اللغة العربية الذي كان قد تم إنشاؤه في ليدن هنذاك. رغب إربينيوس في السفر إلى المشرق لجمع مخطوطات عربية جديدة، لكنه لم يصل أبعد من البندقية. وفي طريق عودته إلى ليدن توقف خلي الوفاد في هايدلبرغ، حيث وجد مخطوطا يحتوي على الجزء الإسلامي من تاريخ ابن العميد. أما كفية وصوله إلى المدينة الألمانية فهي قصة أخرى مثيرة تتعلق بالعالم الفرنساوي غيون بوستيل. لفت مخطوط تاريخ ابن العميد انتباه إربينيوس على الفور، فقد استعاره ب 200 تالر
وعيدا بإعادته إلى مكتبة البلاط. غير أن حرب 30 عاما ما لبثت أن اندلعت، مما أدى إلى نقل المكتبة من هايدلبرغ في ألمانيا إلى روما. وفي هذا الإطار اعتبر إيربينيوس البروتستانتي نفسه في حيل من يمينه. وفي ليدن بدأ في تحرير النص بترجمة لاتينية موازية، وكانت هذه محاولة رائدة حتى في أبعادها المادية، إذ كان على المستعرب الهولندي أن ينحت حروف الطباعة العربية بيديه. ومع ذلك لم يرى إيربينيوس إنجازه، حيث توفي مباكرا في الطاعون الكبير عام 1624، وكان تلميذه ياكوب غوليوس هو الذي وصل العمل حتى نقطة توقف مناسبة، وجدها في صفحة يسرد فيها ابن الأميد تاريخ عيلته، وهي تقع في ثلثي الجزء الثاني تقريبا، كما أشرف غوليوس على طبع الكتاب عام 1625. هذا وسمح نشر إستوريا ساراتشينيكا، أي تاريخ الساراسيين كما عنوانه إيربينيوس، بطفرة في الثقافة النهضوية الأوروبية، حيث أروى هذا العمل العطش الأوروبي على معلومات أكثر موضوعة عن العالم الإسلامي. وفي العقود اللاحقة تمت ترجمة هذا الجزء من كتاب ابن العميد إلى الإنجليزية والفرنسية، وظل الماكينوس باللاتيني كما اشتهر ابن العميد في أوروبا مرجعا أساسيا حتى أيام المؤرخ الإنجليزي المشهور إدوارد جيبون. وللنقيض من ذلك، كان المستعربون الأوروبيون أقل اهتماما طبعا بالجزء الأول، إذ لم يكونوا يحتاجون إلى قراءة مؤرخنا القبطي للتعرف على الإسكندر أو أغسطس أو قسطنطين. ولهذا السبب، وعلى غرم من بعض المحاولات التي قام بها المسترشح السويسري هوتينجر وغاستون فييه وميشيل بريدي مؤخرا، فإن جزء ما قبل الإسلام لم يبدأ تحريره إلا في السنوات الأخيرة. ففي السنة الماضية أنا قمت بتحقيق القسم من آدم إلى نهاية الفرس الأخمينيين مع نص إنجليزي موازين ومقدمة واسعة، وهو الكتاب الذي أقدمه اليوم. وأعمل أن أنجز القسم الممتد من إسكندر إلى هرقل في العام القادم، أي 25، أي بعد 400 سنة بالضبط على طبعة إيربينيوس، ومرة أخرى إن شاء الله في ليدن، ولكن من قبل كاثوليكي بدلا من بروتستانتي. يمكن إضافة عناصر عديدة إلى قصة هذا العمل وكيفية نقله، معلومات مشتقة من الكتاب المقدس والعصور القديمة المتأخرة والتاريخ الإسلامي، إلى قراء متنوعين من العلماء العرب والمسيحيين والمؤرخين المسلمين والمستغربين البروتستانت والكاثوليك في أوائل العصر الحديث. ولكنني أعمل أن تكون هذه النظرة السريعة كافية لإثبات وظيفة ابن العميد أو والد عميد أو الماكينوس كوسيط ما بين الثقافات. فهذه الصفة وفي أشكاله وأسمه المتعددة، لا يزال ابن العميد يخاطب عالمنا المترابط. وشكرا. والآن فليتفضل على خشبة المسرح نيافة الحبر الجليلي الأنبا إرميا رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ورئيس قناة ميسات. نبدأ بتكريم قبل التكريم يفضل
بسم الاب والابن والروح القدس الى واحد امين. بصراحه انا بشكر في بدايه كلامي الاب رفيق جريش، لان هو اللي عرفني الدكتور مارتينو دياز، وهو اللي قدمه لي. وطبعا ده موضوع طويل جدا يطول شرحه، فانا بكرر شكري للاب رفيق والدكتور مارتينو. قبل ما اشكر الضيوف الحاضرين احب اعرف من هو الدكتور مارتينو الذي لم يذكر في سيرته الذاتية أنه أحد تلاميذ الأب سمير خليل يسوعي، وقد عمل معه في الجامعة الكاثوليكية لسنوات كمساعدا له، فتتلمذ على يديه وتعلم منه كيف يحقق المخطوطات وكيف يقدم الدراسات في هذه المخطوطات التي نحن بصددها الآن. أرحب باسمكم جميعا وباسم أخوتي في المركز الثقافي بالنائب الرسولي للاتين بمصر مونسيير كلاودي، وأيضا نائب المطران اللاتين مونسيير أنطونيو. وأيضا نشكر كل من قدم لنا من علمه ومن معلوماته ومن تعبه ومن جهده، الأستاذة الدكتورة نجلاء حمدي بطرس والدياكون زكريا عبد السيد. أما الأب الدكتور وديع أبو الليف عوض، فإنه أحد الآباء الذين يقدمون لنا باستمرار غزارة في البحث والتدقيق والمعلومات والمقالات، فهو أحد الباحثين القلائل في الشرق الأوسط بل وأقول في العالم الذي يسهر ليل نهار ليقدم من غزارة علمه. فنشكره لوجوده معنا في هذه الليلة ولكلماته التي قالها، ونرحب به في المركز الثقافي الكوبت الزوكسي، ونرحب بالجميع. وأيضا أشكر كل الحضور، عميد معهد الدراسات القبطية والأساتذة والآباء الرهبان الذين جاءوا خصيصا ليحضروا معنا في هذه الليلة، وأشكركم جميعا. ونبدأ بتكريم الأستاذة الدكتورة نجلاء حمدي بطرس، فلتتفضل. الأب الدكتور وديع أبو الليف عوض، فليتفضل. الدياكون الأستاذ زكريا عبد السيد، فليتفضل. دكتور مارتينو دياتس، فليتفضل.
ويتقدم بتقديم الكتاب بتاعه لنيافة الأنبا إرميا. مونسنيور كلاودي لوراتي النائب الرسولي للاتين بمصر فليتفضل. الأب رفيق جريش راعي كنيسة القديس كيرلس للروم الكاثوليك بمصر الجديدة فليتفضل. نشكر حضراتكم لتشريفكم هذا اللقاء الغزير بالعلم والمعرفة. شكرا سيدنا.